برنامج عباية هو البرنامج الأول من نوعه اللي يسلط الضوء على عالم العباية والمصممين فيه سواء العرب أو الخليجيين. ما زلنا مستمرين في موسمنا الثالث. من وحي الثقافة الأندلسية اختارت نمطاً لعباياتها، مصممة موهوبة تبحث عن العالمية. للباحثات عن المظهر العصري اخترنا لكم مجموعة مميزة من الحقائب، مجموعة جديدة لـ 1001. سر الأناقة وسحر العباية، معي أنا دينا آن شرف، مرحبا بكم. هدفنا ضمن عباية دائماً البحث عن مصممين جدد نقدمهم من خلال البرنامج، ونسمح لهم بترك مساحة وبصمة من خلال هذا البرنامج ومن خلال متابعتكم. يا ترى مين معي اليوم؟ عباية اسم جديد على الساحة لمصممة جديدة، ليش الإمارات وليش البداية مع التصميم؟ أنا أول ما بديت هاوية، وله يعني حتى ما فتحت يعني شركة وكذا، هاوية عبارة عن صديقاتي لما يشوفوني لابسة يقولوا لي حلوة عبايتك، لازم أضيف لها شيء، يعني ما نشتري عباية جاهزة. فأنا طبعا من تشجيع من زوجي وماما الله يحفظها لي، قلت لي ليش يعني ليش لا أجربي السوق الإماراتي، يعني من ناحية أنه صحيح المنافسة هنا كبيرة، لكن كل حد عنده طبعه، ما شاء الله الإمارات تفتح في مجال للمصممين. من الطب البشري ودراسة هالسنوات الطويلة لتصميم الأزياء أو العبايات أكيد في سبب. أنا طبيبة، وبسبب أني أنا ما بظروف خاصة ابني كان مريض ما قدرتش نكمل الطب، فزوجي كان انتيرير ديزاينر وكنت نحب نختار معاه الألوان. طبعا كنت عايشه قبل دبي في سويسرا، وبالذات في لوغانو اللي هي على حدود ميلانو وكومو، فطبعا كانت المنطقه اللي هي زونا بريانزا هذه كلها المصممين والاقمشه والالوان، فكنا نختاروا في اقمشه الفي اي بي كاستمر اللي هو اقمشه المنزل الكورتنز، فكان انا اختار الالوان، يعني كان كل الالوان انا اختار. بعدين بديت فيها كبيع للعائله العبايات، تصميم العبايات انتشر شوي شوي، عملت صفحة على الفيسبوك، بدأ الإعجاب يزيد 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 يعني بسرعة كبيرة، وبدأ الطلب علي. خطها مبدئياً خلينا نقول إن سهرة أكثر، غالي أكثر، هل هو للفي آي بي؟ لا، أنا عندي كوليكشن خاصة للفي آي بي، وخصوصاً نشتغل على الفي آي بي اللي هي سبيشال أوردرز، يعني تعمل موعد معايا الزبونة ونجي وتختار سيلكشن، مرات القماش ما نشتريش إلا لما هي تختاره وأنا نعمل هالديزاين، ولكن عندي سيلكشن عادية اللي هي النورمال رينج، يعني أنت مثلاً لما أنا نصور مجموعة شتاء مش كلها هاي إند، لا في ما عندي اللو إند بس ميديم اللي هو الأفوردبل، يعني اللي كان تاع عباية الكاجول تاع إفريدي، ما تقدرش تشريها عباية غالية، يعني ما في ولا قطعة تقريبا إلا وفيها لولو. شو سر اللولو مع أروى؟ حب عشق مش طبيعي، لأن أنا عندي أفضل ماركة في، يعني أحسن شيء ممكن أقتنيه وأدفع فيه يعني مبالغ شانيل، يعني عندي عشق لهذه المرأة المصممة بطريقة مش عادية، فممكن هذا مؤثر في يعني subconsciously نلقى نفسي ان كل كولكشن فيها لولو subconsciously، يعني مرات اقول لا المره هذه بس القى نفسي شو سويت لولو. شو الهدف الرئيسي عند اروى في التصميم؟ شو هو؟ دائما ما عمره ما يتغير هدفي، او عمره ما يكون كيف ما قلت لك العائد المادي، هدفي هو الابداع، ومدامني على نفس الهدف بغض النظر، حتى ساعات مرات تكون القطعة مكسب ضعيف جدا، ولكن إنها قطعة مميزة وتظهر الإبداع متاعي ما يهمنيش، يعني إذا استمريت على هذا أنا متأكدة حنلقى حنستمر في إن كل كوليكشن تكون أحلى من كوليكشن. في رأيي التسويق عن جوري عباية
محتاج لشوية تركيز ومحتاج لدراسة. فعلا يعني أنا بس كنت مركزة ويب سايت، وطبعا لأن مرات تشتروا بالكريدت كارد، ويب سايت وفيسبوك، لكن إنستغرام تأخر. السوق الإماراتي يختلف تماما، أنا هذا طبعا اكتشفته أنه يختلف على السوق الثاني. بالنسبة للسوق في بريطانيا وأمريكا، وبالنسبة لليبيا اللي هم أكبر سوق، ثلاث أسواق عندي، فيسبوك كان بالنسبة لي نمبر ون. شو منشوف من جوري في استوديو زعبيل اليوم؟ المجموعة اللي حنصورها الحين مع العارضات هذه مجموعة الشتاء، لأنه اوريدي خلصناها. نحن هنا في المكتب نسوي في السامبلز، يعني لازم تطلع السامبل الأول، نتأكد من الجودة كل شيء، بعدين نشيل المشغل للبرودكشن إذا كان في أي أوردرز. ما بقى غير أني أشوف أروى تحت الأضواء هي ومجموعتها في استوديو زعبيل. مجموعة جوري عباية تحت الأضواء في استوديو زعبيل. مجموعة جديدة اليوم من جوري فاشن لأول مرة موجودة معنا ضمن عباية أكيد في استوديو زعبيل. تابعوا خلف الكواليس وصولا للنتيجة النهائية من الصور.